مصر جميلة بجوها وأهلها ومعالمها السياحية طبعاً وكل حاجة فيها، وجمال مصر ده هو اللي بيخليها واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، وده اللي خلانا نشوف خلال الفترة الأخيرة كتير من مشاهير العالم جايين يقضوا أجازتهم في مصر طبعاً عشان يستمتعوا بجمالها. اليومين دول كمان مصر بتشهد حدث مهم جدا وهو مهرجان العالمين، واللي هيكون ليه أثر كبير قوي في زيادة الجذب السياحي لمصر، وعشان كل ده هيكون معانا النهاردة ضيف بيتابعوا عدد كبير جدا عشان يتفرجوا ويتابعوا المحتوى اللي بيقدمه واللي بيعرف ناس كتير فيه عن كل الأماكن الحلوة والجميلة اللي موجودة في مصر. ضيفنا اللي منورنا النهارده هو صانع المحتوى محمود شلبي او شلبوك. كنت تعرف انه تم اكتشاف اكبر ورشه تحنيط فرعونيه في العالم؟ اعلنت وزاره السياحه والاثار كشف اثري جديد. اذهلنا العالم، قنوات العالم كلها بتتغنى بالبعثه المصريه واكتشافاتنا. ورشه تحنيط ادميه وحيوانيه في منطقه سقار وتحديدا في البوبستين، ومش بس كده، كمان تم الكشف عن مقبرتين، منهم مقبره الكاهن الاله حورس من عصر الدوله القديمه من الاسره الخامسه، وجدرانها فيها رسومات من الحياه اليوميه زي الزراعه وصيد الاسماك. اما ورشه التحنيط فهي عباره عن مبنى على شكل مستطيل من الطوب اللبن، ومتقسمه من جوه الحجرات فيها سراير للتحنيط وطوله حوالي 2 متر، ومتكون من كتل حجريه مغطية من فوق بمادة معينة، وكمان موجود جوه عدد كبير من الأواني الفخارية منتشرة في كل الحجرات واللي غالبا كانوا بيستخدموها في عملية التحنيط. فخور جدا اني كنت جزء من الحدث ده، وحابب اشكر كل اللي ساهموا في الاكتشافات دي، لان ده فخر كبير لكل المصريين. ازيك يا محمود؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كويس؟ الحمد لله. بص يا محمود، انا اول حاجة دايما بسألها لأي حد صانع محتوى بيجيلي بتكون ايه اللي خلاك تدخل في السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا عامه جديده، يعني مش حاجه مثلا موجوده من سنين القديمه كتيره، لكن هي بقى لها كام سنه. انت كنت بتدرس ايه وايه اللي خلاك تدخل على السوشيال ميديا؟ انا في الاول انا بدات من اكتر من 7 سنين تقريبا، كنت لسه عادي، كنت لسه صغير، كنت في تانية ثانوي. بعد ما خلصت ثانويه عامه فانا قررت ان انا كنت بسافر وبحب السفر من وانا صغير عادي، بس بعد ما دخلت اسنان قررت ان انا لا، مش ده اللي انا عايز اعمله، انا عايز اعمل حاجه اللي انا بحبها واكمل فيها. قعدت قد ايه طيب في اسنان الاول؟ شهرين بس. بس اوكي. وبعدها حولت بيزنس، دي كليه انا بحبها برضو، وفي نفس الوقت اقدر اكمل الحاجه اللي انا بحبها لان هي مش كليه عمليه او صعبه زي اسنان يعني. طبعا. بس فبعدها قررت ان انا اكمل في الحاجه اللي انا بحبها، وتعلمت اكتر، تعلمت التصوير وتعلمت المونتاج وتعلمت كل حاجه. بس ده بره البيزنس. ده بره البيزنس. اتعلمت واخدت كورسز مثلا او حاجه على اليوتيوب. اوكي، لوحدك مع نفسك؟ اتعلمت مع نفسك. اوكي. بس انا بدات ازاي؟ انا كنت مسافر سفريه عادي، كنت رايح دهب، فحصل معايا مشكله، انا كنت بسافر لوحدي عامه، ففي مكان اسمه وادي الوشواشي في نويبع تهت في المكان ده، كنت رايح لوحدي وما كنتش عارف شبكه. ما كانش في شبكه ولا في اي حاجه خالص، ومعيش حد، وداخل لوحدي بقى، ما كنتش عارف المكان. فانا بحب استكشف واروح الاماكن دي، ففضلت قاعد في المكان ده حوالي 5-6 ساعات، وجالي ضربه شمس وتهت، وعلى ما حد جالي في الاخر. قعدت كتير والدنيا كانت بتليل خلاص، فكنت افضل قاعد في المكان. كان عندك كام سنه؟ كنت 17. صغير يعني، مراهق يعني. بس فبعدها بعد ما طلعت يعني انا قررت ان انا اتكلم مع الناس واحكي القصه بتاعتي اللي حصلت لي عشان ما حدش يحصل له زيي او يروح لوحده، وكنت مصور كذا صوره وكم فيديو ونزلتهم. اتفاجئت طبعا ان الناس مش مصدقين القصه بتاعتي، اللي هو ما فيش حد يروح لوحده المكان ده يعني. ليه؟ ايه مشكله المكان ده يعني؟ ليه واحد ما يروحش لوحده مثلا؟ لان المكان ده هو صحراء في وسط الجبلين، ومش بيتعمل له رحلات منظمه، هي الرحلات اللي بتتعمل البدو اللي بيبقوا عاملينها، فهي دي مش حاجه يعني معموله بتصاريح والحاجات دي، لا، هي هم البدو اكتشفوا المكان ده فبداوا بيعملوا رحلات